مطربة أخرى تتهجم على حزب الله وفنانة تتهجم على حزب الله أكثر مما تتهجم على عندك الكيان. أليسة زين هاي عتها جمهور أليسة الله يحفظها إن شاء الله ويخليها للأمة الإسلامية ولو هي مسيحية. أليسة آلة حربية، اليهود هم أيضا يعتقدون أن جوليا بطرس معنا هم مسيحية يعتقدون أن جوليا بطرس فيروز أيضا تأيد حزب الله، يجوز بس ماجد الرومي الله يستر عليها تأيد ماكرون وتأيد إسرائيل، ويجوز هم تأيد إسرائيل ماجد الرومي. بس الفكرة وين صارت؟ أنه إحنا عندنا انقسام على مستوى الإسلام وعلى كشيعة وسنة وعلى مستوى المسيحية. والله العظيم إحنا الآن كمسلمين، أنا أخفي مذهبي ما أقول شنو مذهبي أنا، نحن الآن نكره بعضنا البعض أكثر من كرهنا لإسرائيل. وهنالك من ينتظر في هذه المرحلة أنه إسرائيل وأمريكا والغرب يقضي بالتمام على الشيعة، لأن الشيعة الآن يسببون أرق للعقل العربي والعقل الغربي وللرأسمالية باعتبار أنهم ينهجون هذا المنهج المكلف. بالمناسبة حتى فئات شيعية ربما ما تتلائم مع هذا الفكر، يعتبروه فكر مكلف متعب لأن فيه دم وموت ونزوح وخراب وأرامل وأيتام وناس تجي تتوسل حتى تقعدها بشقة. مو شقد لبنانيين مساكين يجوا للعراق الآن، هذا الفكر مكلف مقاومة، هذا فكر صعب الناس ما ترغب شوفي أنا قبل أيام زرت دولة أمريكا الجنوبية محاصرة من أمريكا زي. الناس مثل أيام صدام حسين قاموا يوزعون عليهم حصة تموينية ويعطوهم راتب قليل جدا ما يكفيهم لان النفط الفنزويلي واقف، ايران تدزلهم ناقله، روسيا ما ادري شو تدزلهم، مسوي لهم قاعده مال مستشارين، مطار كاراكاس فارغ ما بي طيارات، وهي فنزويلا من ثاني دوله بالاحتياط النفطي قبل تسبق ايران، ثاني احتياط نفطي بالعالم. الاله الغربيه الان القرار الكوني افهميني وانت تفهمين ان شاء الله، القرار الكوني لا اقول القرار الامريكي، القرار الكوني هو سحق ايران وسحق الشيعة بالكامل.